للسنة العشرين على التوالي يلتئم المخيم السنوي لشباب منظمة العفو الدولية من فاتح إلى سادس سبتمبر الجاري بمراكش. المخيم الذي تنظمه منظمة العفو الدولية فرع المغرب يهدف إلى تأهيل الشباب للاندماج والانخراط في مجال حقوق الإنسان. أمنستي انترناسيونال اختارت العمل مع الشباب منذ سنوات، ولنا استراتيجيات وطنية ودولية للعمل مع الشباب. هذا المخيم يحمل شعار تمكين الشباب المدافعين عن الإنسان لتزامنه مع حملة عالمية لمنظمة العفو الدولية تهدف إلى حماية المدافعين عن الإنسان العالم. بهذا المخيم يشارك شباب مغاربة ومن دول أوروبية ينتمون لفروع المنظمة. برنامج المخيم يتضمن ورشات للتدريب على كسب التأييد والترافع والتخطيط الاستراتيجي وبناء خطط عمل مشتركة بين شباب المنظمة عبر العالم.